لا لا نقصان ولا ضعفان ولا زايغ من عين الضي، ولا حد احسن مني في شيء، بس بغير غيرة الراد النار في مراد، نار بتنور ما بتحرقش، واحنا صعايده بنستحملش، اصل احنا ناس على قد الطيبه، كلنا هيبه كلنا هيبه. وزارة التضامن الاجتماعي زي ما حضراتكم عارفين هي الوزارة المعنية بتحقيق الرعاية والحماية والتنمية للفئات الأولى بالرعاية. الأطفال المعرضين للخطر وخاصة الأطفال بلا مأوى هم أحد الفئات من هذه الفئة السكانية من أبناء مصر، ولذلك خصص ليها البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بالشراكة ما بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر. هذا البرنامج يعمل في حوالي 14 محافظة. النهاردة بيمثل هؤلاء الأطفال حوالي 6 محافظات مشتركة في هذا المهرجان اللي بيعبر عن الأنشطة والبرامج اللي تم تطبيقها مع الولاد داخل المؤسسات لإعادة تأهيلهم وتمهيداً لإعادة دمجهم في الأسر وفي المجتمع ليصبحوا مواطنين صالحين. دي اسمها مبادرة أطلقتها الوزارة من 3 سنوات، اسمها مبادرة دمج وتواصل، وبتتم في محافظات مختلفة. بنعمل تجمعات في خلال السنة على ثلاث مراحل. المرحلة الأولانية نفذناها السنة دي النهاردة إن شاء الله في اسكندرية، المرحلة الثانية هتنفذ في الشرقية، والمرحلة الثالثة هتنفذ في أسوان إن شاء الله في الشيطة. والهدف لها أكتر من هدف، هدف خاص بالأولاد، وده الهدف الأسمى اللي هو عملية دمج الولاد في المجتمع الخارجي وتوصيل صورة جيدة للمجتمع ان الولاد دول محتاجين للرعاية فقط لا غير، ان هم مش منحرفين، لا ده الولاد عندهم طاقة وطاقات جيدة جدا يمكن استفاد منهم في المجتمع لتحقيق المصلحة الفضلى ليهم. هي فكرة كويسة ليه؟ ان هم عرفوا الناس كلها على بعضها، يعني فريق زي فريق اسيوط مع دمياط في نفس الأوضة، يعني بيجي لنا اصحاب جداد، بيجي يعني في كل مكان بنشتاق لهم، صغير وكبير كلهم بيجوا حبايبنا. بس لعبنا يعني شوية تنس ولعبنا طايرة، احنا كسبنا في الطايرة هناخد الكاس. هو لما ديت المؤسسة اتعلمت حداد، بس مش معقولة دوا يكون احسن من برا، تمام؟ يعني زي الديش اعتبر. هو المؤسسات واخد عنا فكرة، يعني فكرة تانية خالص، فاحنا بنثبت لهم من خلال الرياضة اللي احنا بنلعب كورة وبنلعب تنس وبنلعب طايرة، ممكن كل الرياضيات اللي بتتلعب في مصر احنا بنلعبها برضو. انك تظبط المؤسسة كل على طول، يعني بنلعب بنتدرب، المشرفين يعني لما بنطلع يقولوا لهم ما بيتكلموش، بننزل تحت على طول بنلعب كورة، والمشرف بيبقى معانا برضو، فما بتأخروش علينا في حاجة. بقول لهم اللي احنا بنروح المكان ده بنتغير، ان احنا برضو يعني في ظروف جبرتنا ان احنا نكون في المكان ده. بقول لكم ان احنا زينا زيكم والله، بس انتوا الفرق بينكم انكم انتوا جات لكم الفرصه، احنا ما جاتلناش. بس بدات من يعني وزاره الشباب والرياضه ووزاره التضامن الاجتماعي بداوا يدوا الفرصه للشباب اللي زينا نشوف حلمه ويبداها من تحت. هنبدا من الصفر، مش هنقف خالص زي القطر، مش هنقف جايين من الصعيد للقاهره.